أجير الله الذي خرج من البصرة الخضراء عندما تكاثرت الفتن في أرض العراق، أرض صار فيها الدم مهراج وكثر فيها الشر، فهاجر بأهل بيته جماعة منهم وأتباعه نحو 70، هاجر إلى جده المصطفى محمد في المدينة المنورة ليأخذ المشورة من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى مكة المكرمة، ثم انتقل إلى وادي دوان، ثم استقر في بلد الحسيسة المعروفة الآن بشعب أحمد. ونسب سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى يتصل إلى سيدنا الحسين الصبط، صبط النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والده علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بضعة المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رأى بعض الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: هل أنت راضي بخروج المهاجر الله أحمد بن عيسى من البصرة إلى أرض حضرموت؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل ما يرضي ولدي أحمد يرضيني. فهو أكثرهم علما وأكثرهم ورعا وأكثرهم قربا من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هاجر بالتحديد ووصل إلى أرض حضرموت في الحسيسة، أرض تقرب من بلد تريم بنحو 20 كيلومتر تقريبا. نزل فيها سنة 317 من الهجرة النبوية، نزل في تلك البلد المباركة. فكانت تسكن في تلك البلد في تلك الحقبة جماعة من الأباضية، فرقة من الخوارج ما يحبون أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلم يكن ما عقيدة أهل السنة والجماعة منتشرة في تلك البقعة. لما جاء سيدنا المهاجر الله نشر عقيدة أهل السنة والجماعة، فلهذا سمي سيدنا أحمد سمي بالمهاجر، لأنه هاجر بدينه حتى اختط تلك البقعة التي ليست بأرض ذات زرع لكنها تنبت الصالحين والأخيار، فسكن بها. وكان له ولد ولد له سيدنا عبيد الله بن أحمد، وسيدنا عبيد الله بن أحمد ولد له جديد وبصري. انقرضوا في القرن السابع من الهجرة، انقرض سيدنا جديد وبصري ولم يبقى لهم نسل اليوم. والثالث سيدنا علوي، وهو أول من سمي علوي، علوي بن عبيد الله. وهنا التسمية العرفية الآلبة علوي نسبة لعلوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر نسبة له، أما النسبة اللغوية العلوي نسبة لعلي، لكن نسبة آلبة علوي نسبة عرفية لسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر إلى الله. نعم، فسيدنا المهاجر الله مكث في هاتيك البلد ينشر شريعة جده محمد صلى الله عليه وسلم ويحيي سنة جده محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من كان هناك من الأباضية فرقة من الخوارج أنكروا نسب سيدنا المهاجر، فلما ذهب وفد أهل حضرموت إلى الحج ذهب ابنه سيدنا عبيد الله معهم إلى الحج، فلما وقف عند وفد أهل العراق فقال: تعرفون من أنا؟ فقال كلهم بصوت واحد ونسبوا نسبه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب بهم ليسمع وفد أهل حضرموت ذلك النسب، حتى أجمع القضاة كلهم وختموا أكثر من 40 قاضي على هذا النسب، لأنه قد تواتر نسبهم، ما ينكر هذا النسب إلا من لم يصح نسبه. لا ينكر هذا النسب إلا شخص لا يصح نسبه، هذا تعرفه أنه لا يصح نسبه عندما ينكر هذا النسب الذي تواتر
واتفق عليهم أهل ذلك العصر إلى يومنا هذا والحمد لله. فعاش في تلك البلدة الحسيسة حتى انتقل إلى الرفيق الأعلى، ثم تقرب أولاده إلى بلد تريم، فسيدنا عبيد الله انتقل إلى بلد بور وبها دفن، ثم ابنه سيدنا علوي بن عبيد الله انتقل إلى بلد سمل أقرب إلى تريم وبها دفن، ثم ابن سيدنا علوي محمد بن علوي مول الصومعة انتقل إلى بلد الريضة وبها دفن، وولد له ابنه علوي صاحب بيت جبير وبها دفن. ثم لما ولد سيدنا علي خالق سم بن علوي بن محمد مول الصومعة انتقل إلى بلد تريم، هو ومن معه ومن في طبقته في ذلك الزمان، فهو أول من دخل بلد تريم سيدنا علي خالق قسم في سنة 521، أول ما دخل تريم وبنى فيها مسجد القوم، مسجد آل باء علوي، مسجد آل باء علوي الذي بني في ذلك الزمن وهو موجود إلى هذا الزمن والحمد لله، ولا زال آثار بقية عمارة سيدنا علي خالق قسم موجودة إلى الآن. الجدار الذي فيه المحراب هذا باقي من زمن سيدنا علي خالق قسم، وبقية الجدران من النواحي الأخرى فهي من عمارة سيدنا عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف عندما عمره قال هذه عمارتي إلى يوم الدين. هذا مسجد آل باء علوي يقول فيه السلف الصالح من ركع فيه ركعة تبارك، من ركع في ركعة ما رأى دار مالك، أي لم يوفق للطاعة وإن عصى وفق للتوبة ببركة أولئك الرجال الذين عمروه بنيات صالحات. مسجد آل باء علوي هذا الذي طرحه فيه السلف الصالح من السر المصون الشيء الكثير، حتى لما شق عليهم الذهاب إلى مكة والمدينة وضعوا لهم سر من أسرار المسجد النبوي وأسرار المسجد المكي الحرم المكي وأسرار المسجد الأقصى في ذلك المسجد، فهو لا زال معمور إلى اليوم والليلة والحمد لله بالأذكار والأوراد وتلاوة القرآن وقيام الليل وحزب أول الليل وحزب آخر الليل، والجماعات تقام فيه إلى الآن والحمد لله، وإن شاء الله تبقى عمارته إلى يوم الدين. فالسادة آل باء علوي الذين هم صفوة أهل البيت النبوي كلهم نسبهم يرجع إلى سيدنا علوي بن عبيد الله بن المهاجر الله أحمد بن عيسى، والذي أول من دفن في زنبل من سادة آل باء علوي هو سيدنا علي خالع قسم، علي خالع قسم بن علوي بن محمد مول الصومعة بن علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر، هذا أول من دفن في ذلك البلد. ولد لسيدنا علي خالق قسم سيدنا محمد صاحب مرباط الذي قبره معروف وعليه مقام مشهور في بلد مرباط هناك في صلالة، وقبره معروف. وولد لسيدنا محمد صاحب مرباط سيدنا علي والد سيدنا الفقيه المقدم، وسيدنا علوي عم سيدنا الفقيه المقدم، وانحصر النسب في هذين. ثم بعد ذلك أراد الله سبحانه وتعالى لهذه الطريقة أن تظهر، فقام وسخر الله الإمام الأعظم والكنز المطلسم سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالع قسم لأن يظهر هذه الطريقة. نعم،
سيدنا الأستاذ العظم فقيه المقدم ولد سنة 574 من الهجرة النبوية، وانتقل إلى الرفيق الأعلى سنة 653 من الهجرة النبوية. نعم، سيدنا المهاجر الله ما شاء الله أطال الله عمره حتى جاوز 80 من عمره، إنما 317 هذه سنة دخوله إلى حضرموت المحروسة، هلا عندما اختطها كان في هذا التاريخ. نعم 317، نعم، واستمر فيها داعيا إلى الله، ناشرا للدعوة إلى الله، ناشرا شريعة جده محمد صلى الله عليه وسلم. وفي سيدنا الفقيه المقدم هو الذي أحيى الطريق بعد ذلك وهذبها، وجاءها المريدون من كل مكان للتلقي والأخذ عنه رضي الله تعالى عنه، وأعاد علينا من أسراره وأنواره وبركاته. وهنا استقر ساداتنا آل بعلو في تريم، تريم حرم الإقليم، تريم التي نسبت إلى ملك كان قد حكمها يقال له تريم بن حضرموت. نعم حضرموت، التريم سمي التريم نسبة لمن حكمها في ذلك الزمان، تريم بن حضرموت، وسمى تريم الغنى، تريم الغنى، وتسمى تريم بلد الصديق، لأن سيدنا أبو بكر الصديق عندما أرسل عامله زياد وجد أن أهل تريم لم يرتدوا عن دفع الزكاة، فأول ما وصل دفعوا له الزكاة، فأرسل عامل سيدنا أبو بكر الصديق إلى سيدنا أبو بكر يخبره بذلك، ففرح سيدنا أبو بكر الصديق ودعا لأهل تريم بثلاث دعوات. الدعوة الأولى أنها تبقى معمورة إلى يوم الدين، أي أن نارها لا تنطفي، أي أنها تبقى معمورة إلى يوم الدين. الدعوة الثانية دعا لها بالبركة في مائها، والبركة مشاهد إلى اليوم والليلة، ففي جوف أراضي تريم مياه لو احتاج لها للدنيا كلهم لكفتهم ببركة دعوة سيدنا بكر الصديق. الدعوة الثالثة أنها ينبتون فيها الأولياء والعلماء كنبات الزرع، وهذا مشاهد من ذاك الزمان إلى اليوم والليلة، لهذا سميت بلد الصديق. فكانت تريم يعني ترابها شفاء لمن به داء، لماذا؟ لأنها دبغت بأقدام الصالحين، دبغت بأقدام الصالحين أرضها فترابها طب السقيم الناحلي. نعم، فلهذا أثنى عليها السلف الصالح، وقال سيدنا الإمام الحداد قطب الدعوة والإرشاد: وإنها أي تريم لمن بعد المساجد الثلاثة لمن خير بلاد الله من جنوب وشام. ولماذا سميت الغناء سيدي؟ سميت تريم الغناء، والغناء تريم لأنها غنية برجالها، غنية لا تفتقر إلى خارجها، فيها ثرواتها، ما يأكلونه يزرعونه، لا يجلبون شيء من الخارج أبدا، ما محتاجين اقتصاديا سياسيا طبيا علميا ثقافيا، لا تحتاج إلى أحد لخارجها، لا يأتي بشيء إلا نعم البن لا يزرع فيها، فكانوا يأتون به من بلد يافع من اليمن، والإبرة الصغيرة لا تصنع يؤتى بها من الخارج، أما الإبرة الكبيرة فتصنع في تريم فقط، هذا الذي يأتي من خارج تريم، وأما باقي كله من وسطها. فلهذا سميت الغنى، لأنها غنية حسيا، غنى حسي وغنى معنوي. هذه المقدمة لابد منها
حتى يعرف من يسمع من هم آل أبا علوي وما هي طريقتهم التي سنبينها إن شاء الله أصل الطريقة لساداتنا آل أبا علوي الذي كان قطب مدارها الغوث الأعظم الأستاذ الفقيه المقدم. إن شاء الله سنبينها إن شاء الله في الدروس الآتية، لا بد من هذه حتى يزداد السامع محبة في سادة من أهل البيت، من ساداتنا آل أبا علوي من أهل البيت النبوي، ويزداد تعلقا بهم حتى يسلك في طريقتهم وهو عن اقتناع تام، لأن طريقتهم سليمة على الانتقادات من زمان الأول إلى يومنا هذا، لم يوجد عليها انتقاد أبدا من أهل الإنصاف. أما من أهل الحسد والحقد لا يعتد بهم ولا يؤبه بهم، نعم، لكن من أهل الإنصاف لم يوجد عليها انتقاد أبدا، لأن ساداتنا آل أبا علوي لم يطلبوا ظهورا ولا شهرة، إنما أرادوا نفع العباد وإصلاح البلاد محبة في سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلهذا كانت أعمالهم كلها تلقيت بالقبول من الأمة في سائر الأزمان، وإن شاء الله نتم الكلام في الدرس الآتي عن أصل الطريقة وأساسها، ثم بعد ذلك ننشر بعد إقامة القاعدة ننشر فروع تلك الطريقة، ونستقبل كل من عنده استفهام أو إشكال أو سؤال نستقبل منه ذلك، فإن هذه مقدمة حتى نزداد معرفة بأولئك السادة الذين جعلهم الله صفوة العباد، فالله يسلكنا بمسلكهم وحين على محبتهم، ويسلكنا بطريقتهم وحين على اتباعهم، ويميتنا على طريقتهم، ويحشرنا في زمرتهم جوار جدهم الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله بالقبول والإقبال صلاح كل حال، يعني ما كم للرجال يخلينا عن سيء الخصال، وين تحليب زين الخصال بجاه النبي محمد سيد أهل الكمال، علمنا ما جهلنا وفقنا عمل بما علمنا وزقنا خلاص بما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين. يبارك في السامعين وفي الحاضرين والناظرين، ويجعلها إن شاء الله من المتقين المحبوبين عند النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين، ويسلك بنا طريق ساداتنا آل أبا علوي يا رب العالمين، واجعلنا فيهم ومنهم ومعهم في عافية وسلامة مع التقوى، واحفظنا وإياكم جبات الندامة يوم القيامة، إنه على ما يشاء قدير بإجابات جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي. You always say surah al-Fatiha with the intention of the dua that Habib made, I'll translate to be accepted inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إن شاء الله إلى حلقة قادمة إن شاء الله. مقدمة. جزاك الله خير. يبقى بيننا التواصل. إن شاء الله بإذن الله. Thank you very much. وسام.